وهيك يا حبايب قلبي بعد ما انتهينا من فيديو اطلاق صراحه السلحفاه مرقنا في السفينه طبعا تبهدلنا من المي بس اقسم بالله رحله ولا بالاحلام يعني اشي خرافي. لقيت بعض الصيادين الاسماك بيجرفوا فروحوا معنا نعمل لكم كمان فيديو جديد عن جرافة الاسماك ونشوف ان شاء الله ايش راح يطلع معاهم. ليتس جو. طبعا يا جماعة الخير هاي بداية الحبل الاول، بيجي جماعة من هان بدهم رجلين حتان عشان يقدروا ايش يسحبوا زي ما انتم شايفين. نروح على الحبل الثاني، تقريبا مسافة ما يقارب بين الحبلين يمكن 200 متر او 400 متر بالحدود هذا لانه بعيد شوي. طبعا كل ما بشدوا شوي بيضايقوا الشبكه شوي، كل ما بشدوا شوي بيضايقوا الشبكه شوي عشان يصير لها عب في النص. طبعا تقريبا هنا بتتجمع الشبكه او لقدام شوي، ويعني الامور ان شاء الله راح تكون سهله معاهم ما تديسش الشبكه او يصير فيها اشي. طبعا هاي هذولاك نقص عليهم حبل ربطوا المجداف، خلينا نجري نشوفهم. والله راحه نفسيه للبحر يا عم زي ما انتم شايفين. هيتوا المجداف راح زي ما انا قلت لكم، هيله المجداف قصر الحبل يا ربي ربطوا بالمجداف، يعني لازم تكون ايش صياد ماهر صح مؤمن؟ صح يا حضر تمام. هيت برضو ايش الحين حيبلشوا في تطليع الشبكة، راح استنى شوي نشوف ايش راح يصير. طبعا يا جماعة الخير هيت السواعد والراجمات الرجلين والحاجات الحلوة شايفين كيف، طبعا واحد بفلت من ورا بمسك قدام زي هيك، هاي هذا فلت بيمسك على قدام زي هيك زي ما انتم شايفين. طبعا هذا الحبل عليه 5 وهذاك عليه 5، وهذا بده فلت شايفين قديش الرجل بتمرق في الرمل مع القوة ضعيف، طلع قديش رجله بتدخل بس ايه حوت في السحر. جبت حساب المعريفة بدي اساعد الصيادين ولتسكور احلى موكلة. هذا موكلي الحارة. ما موكلي. حبيب قلبي. متوقع افضل نصيد عشان جربت معنا؟ متوقع انك تصيد؟ ان شاء الله نصيد يا زلمة، هو انا نحس؟ لا، انت مش نحس انت. اطحان. اطحان، جمعنا طبعا نقطع الحزام معي ونشد في ايد، ولكن الايد صار معاها تشنجات. طبعا بصور بصور قاعد اسحبه. طب هاي واحد انا اصلا جاي اصور مش جاي اشد، يعني انا بساعدكم مساعد. طبعا تقريبا لهم ساعة او لنا ساعة ونطلع في الشبكة، وتقريبا هاي الشبكة بينها بين الخشبتين والليف، تطلعوا قديش المسافة صارت تقريبا 100 متر بين الخطين، وان شاء الله تبين الشبكة الحين. وهذه المرحلة الأصعب للصيادين والأكثر حماسا، وانتظرونا. طبعا بعد عناء طويل تقريبا ساعة ونص لأنه مد الجرافة بعيد، هاي بدأت تطلع بداية الشبك. طبعا يعطيهم العافية الصيادين. طبعا هي بداية الشبكة، هي الحين النقاط الحاسمة للصيادين. هاي الشبكة بدأت تطلع، هاي هانا وهانا مع بعض يابا توازي.
يلا يا كبير اسحب. يا رب تكون صايدة يا رب. شايفين كيف؟ يا رب تكون صايدة. اي واحد يسحب من هنا وواحد يسحب من هنا. طبعا شكلها معلم سريدة يا معلم. طبعا هي بداية الشبكة. هيهم ان شاء الله راح اطلعوها. طلع الشبكة الثانية. الجهة ايوه. فيهم العافية يا شباب. اي واحد واي واحد. ويعني تقريبا ضايل للشبكة ربع ساعة او تلت لتطلع. لانها كبيرة الشبكة كبيرة كتير يعني. فتحوا العد. هذه اللقطة الحاسمة ما شاء الله. هي السمك. يلا اعطيهم العافية شباب. ايدك على الارض. ايدك على الارض. رصاص على الارض. اي ده شد بعض. يلا ارفع ارفع ارفع. يا صلاة النبي. يا عيني على الإسلام. ايش هذا بزرة كله. يا الله. الله يرزقنا في اشي. وقناديل. هاي غزال والله. ما شاء الله هاي الغزلان. هاي هذا منقار طويل. ورديع الغزلان. ايش هذا السمك يا شادي. امسكها منيح. امسكها يوم. امسكها. هاي كمان غزلان. هاي هذه كمان. صورها. طلع محلاها. ما شاء الله الغزلان. ما شاء الله. ما شاء الله سيب. اهو على الغزال كيف بلعب لعب يا معلم. هاي اربع غزلان ما شاء الله. ربنا يرزقنا بزياد. ايش نوعها هاي. كويس. صورها حلو. شو نوعها؟ هاي بط كمان. رمح. يا وردي قديش قناديل. هاي حبة طرخونة. ايش هذا؟ حردون؟ والله حردون البحر. طلع حردون البحر يا جماعة ابو حميد. طب هذا الصغير ايش بتسوي فيه؟ نرميه على الثلاجات. نرميه برا؟ هذا كتبيسه لما البحر يعني. يعني بتاخذوه. لا في بط. في بط فيها. بط فيها والله. يا بي قديش صغير. هاي هاي بط. هاي بط. هاي هذا ايش نوع هذا السمك يا شيخ. سمك. سمك. بقول له ايش نوعه. بقول لي سمك. هاي السمك الصغير كله رجعوه على المي. عضته. يا راجل وين تغلط عليها. قديش قناديل. يلا على المي على المي يا جماعه. هذا السمك الصغير كله بيطلقوه في المي عشان يكبر. صيادين عندهم دين ما شاء الله. صيادين عندهم دين. يلا ارجع ارجع. هاي بطة. هلا هاي كله رجع والله. بسمع. يو ولا حسمك يا ضل. طبعا هيات الحين خلصوا من السمك ورموه. الحين بنضفوا الشباك عشان يمرقوا ايش جولة تاني. طبعا اللي بيجيب السفينة اللي بيجيب بيعمل الارصاد. وهيك تقريبا خلصوا من السمك. الحين بظبطوا الفلين وبظبطوا الرصاص. بسلكوه من بعض عشان يصفوا الشبكة ويحطوها على السفينة او الحسكة تبعتهم. وهيك ايش بكون تقريبا بلشوا يخلخلوا. طبعا هي هذا السمك اللي طلعنا فيه. هاي ما شاء الله اربع غزلان. شايفين ماسكاهم. وطبعا هالحين ايش في مزع زي هذا بخيط الصياد.
شايفين كيف الحين بيبدا يخيط فيه وبعدين ايش بيرموا كمان خيط. اجابوا الحسكة الحين ايش طبعا الحين بصفوا الشبكة وهيك تقريبا بلشوا يعملوا الرصاص والفلين على الحسكة يعني يصفوا الشبكة زي ما انتم شايفين. وكمان بيجي واحد بفقد الشبك كله وكمان ايش وهيك بيبدوا يحطوا راس الشبكة على الحسكة وبتم وضع الفلين عليها. طبعا هذا الفلين بيكون فوق والرصاص بيكون تحت في المية عشان يعمل عب للشبكة ويتم اصطياده. وهي هيك ايش بلشوا يصفوا بالشبكة. طبعا هاي اللي بيصفي الحبال اللي بيصفي يعني كله متشاركين في العمل والروح الإيجابية اللي معاهم والكتير حلوة. وطبعا هذا كمان ايش بخيط في المزع اللي كان موجود في الشبك وبزبطه يعني عشان ما يتمش اي اشي يهرب السمك او يشرد. وهي هيك الصفي تاع الشبكة. طبعا في واحد بيعمل في الرصاص واحد في الفلين وواحد بالنص عشان الشبكة. طبعا هيك يا حبايب قلبي خلصنا فيديوهاتنا لليوم كانت كتير حلوة ورائعة وجميلة. طبعا السايدين جاهزوا حالهم كمان يرموا خط تاني وخليكم معانا لباقي الجولات اللي راح نعملها مع الصيادين او في الطبيعة او في الخلا. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب والسلام عليكم.